السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. يعني تبدأ تنحيله في الكتف هكذا، الكتف هو الاسهل، ما رايش حاجة يعني واعرة، قدرت نحيله الجلد برك هكذا الفوقانية هذه، وتبدأ تمشي الموس وما تقيش اللحم، يعني عنده بين اللحم والجلد فراغ، وتنحي له الكتف هكذا، تزيد تنحي له الرقبة تاعو، تنحيها له هكذا، تنحي له منا الآخر باش تبان لك كيفاش تقطع له، يعني بطريقة بلا ما تفسدو، تنحيها هكذا بلا ما تفسد الآخر، والطريقة السهلة باش تفصلو. تفصلوا على الطابلة أحسن، خاطرش كاين طريقتين تفصيل، كاين تفصلوا واقف الخروف واقف، ولا تفصلوا فوق الطابلة، هي الطريقة اللي تفصلوا واقف فيها عند الجزار، عند الجزار هذه أسهل طريقة يعني للتفصال. هاي ماهيش يعني طريقة واعرة. وهنا تزيد تنحي الفيلي تاعو، تنحيه بنادم اليوم يزور اهله، بنادم اليوم يزور اهله. هكذا راهو مفصل يعني، هنا هكذا يعتبر مفصل. هادو تنحيهم تانيك، تجي تفصل الفيلي هذا على اثنين. يعني هذه تحب تنحيها ولا تحب كي تجي تقطع تروليه هكذا وتقطع كيما عند البوشي. عند البوشي احنا ما نحيوش هذه، وكاين اللي ينحوها يديروا على الشوربه ولا الاخر، حنا نخلوه هكذا. وهذا يعني ثاني اللي يحب يدي مهيبه ولا يعني ولا هديه ولا يعني يخليه هكذا، من احسن يخليه هكذا ما يقطعوش باش تبان الهديه، باش كي تقطعها ما تبانش، خليها هكذا باش تبان. ولا يحب يقطعوا دوك اللي حقوا الطريقه تاع التقطاع تاعها كيفاش. حنا نبداو دوك الطريقه السهله تاع الكوتلات. يعني نبداو نقطعوها هكذا لي كوتلات، تمشي مع هاد ما بين العظم وما بين العظم والعظم، يعني ما بين الكوتليت والكوتليتا كاين فراغ، يعني نتبعوا الفراغ هذا هكذا. طريقه سهله يعني، يعني في الفراغ هذا تحبط هكذا معاها، تقطعها باسهل طريقه. هنايا تستعمل يعني تقطعها هنا، يعني كي نصطاليوها كاين ناس بزاف يقول لك يعني انا حاب نخرجو كيما البوشي، كيما عند البوشي، وهي يعني ماهيش طريقه واعره. حنا هنايا كي نكونوا نقطعوا هكذا نكسروا برك العظمه، يعني ما كان لهنا نضربوها حتى نقطعوها حتى لهنايا، يعني باش نحوها كاع، حنا غير نكسر العظم ونخليها هكذا. يا سعد من يفرح اليتيم، سعد من يفرح لي بيرضى عليها ربي الكريم، رضى عليها ربي الكريم، يكون لها اجر عظيم في نهار اليوم، غدا عند الله الرحيم يكون مرحوم. برك المشاهد يعني يشوفها طريقة واعرة، والمشاهد يعني كيما نقولوا بزاف في العيد اللي يحصل في الكوتلات اللي ما يقدرش شغل، هو اللي يجيها صعيب. وانا شفنا يعني الانسان ماشي طريقة اللي تطلب حاجة كبيرة ولا تطلب زعما، يعني اسهل طريقة قطعنا بها. دوك نمروا لهذا كيما نقولوا الفيلي، هو ها يقدر يخلي مقدار صباع، يعني لا يديروا كما نقولوا للطياب ولا يديروا للشويان. الا الشويان لازم يكون رقيق، لا علاه لازم يكون رقيق؟ على خاطر الشكي يديروا خشين ما يطيبلوش لداخل، واللحم كي ما يطيبش يقدر يسبب يدير الدود في الكرش، يقدر يعني تكون فيها امراض. من الاحسن الا يشويه يديروا رقيق باش يعني النار تلحق لداخل،
وليدي ولا طيب به يقدر يديروا هكذا تاع طياب، شغل وحده فيها اثنين هكذا، خاطرش يعني طياب يطيب بزاف تسمى يعني جارتهم، ولا يعني تكون عنده الوقت الكافي يعني باش تقتل جارتهم هذيك. بصح يعني في الشويان ما عندوش الوقت الكافي باش يقتل جارتهم هذيك، ما انا من احسن انسان يقطع رقيق، يقطع رقيق يعني النار تلحق الوسط يعني تقتل جارتهم هذيك. ونشوفوا الطريقه يعني كيفاش نقطعوه. بابي ناشف لمسان، يا ولاد الجدار يا شجعان صحاعدكم. وهذه يعني الرقبه، الرقبه يعني نقدر ننقيوها احنا يعني في هنا عندنا في الجزار، ننقيوها نحيوا لها هذا الدم هذا. يعني بعض الجزاري ما ينحيوش هدايا، مي احنا عندنا هنا نحوه، نحو هذا ونحو الاخر تاع الدم هدايا هكذا، باش ما تكونش يعني لا من المشتري ما يشمئزش منها كي يشوفها بالدم هكذا. هكذا ونحيوها احنا، نقطعوها هكذا يعني الرقبه. كاين اللي في العيد يشويها، اللي يحب يقسمها هكذا على اثنين ونقطعوها بالمنشار ونحكموها على اثنين هكذا. ومن بعد يعني الطريقه كي يكون مفتوحه ومفتوحه هكذا، ومن بعد نقطعوها هكذا ونخليوها لاصقه ويحطوها في الفرن. وكاين اللي يطيبوا بها، كي يطيبوا بها احنا نقطعوها من هكذا، ما راهي خشينه ما راهي رقيقه للطياب. ولا كانت الكسكس يعني تكون خشينه، تكون هكذا مقدار اثنين في الكسكس. بون نبداو في الطريقه تاع الفيلي. كاين اللي يحب يديرو في البلاش، ولا يحب يشوفو كيما عند البوشي. هاك هي الموسي يلحق حتى لهنا، وعندك تبقى لك هاد الكمية تاع العظم هكذا. العظم تنحيها يعني بالمزبرة، يعني ما تطلبش جهد كبير يعني. ونصيحة للإخوان يعني اللحم يعني باش يكون مقطع بطريقة سليمة، يعني الإنسان كي يذبح في العيد ويذبح في العيد يخليه ينشف، وما يخليهش فوق طاولة مثلا ولا يعني فوق حاجة، لازم يكون يعني معلق. هي أسهل يعني باش يسهل على روحه، باش كيقطع الكبش يكون ناشف. وهي حنايا دوك هنا عند البوشي، حنايا يعني الطريقه لازم نخليو اللحم ينشف في الثلاجه باش نجبدوه ونقطعوه. يعني كي يكون هكذاك ما تقدرش تقطعو. ونصيحه للاخوان ثاني اللي يروحوا يقطعوا نهار العيد، يعني من احسن يعني نهار العيد ما لازمش الانسان يقطع، يعني يخليه ثاني يوم تاع العيد ويخليه معلق، وما يلوليش عليها يعني بلاستيك ولا حاجه. يعني مؤخرا عندها يعني عامين هكذاك جابوني يعني خروف اكرمك الله فيه الدود، يعني خلوه ملوي عليه بلاستيك، وثاني يوم جابوه لي والله الدود ما قدرتش نقطعه له. قلت له رجعوا هذا، قلت له يعني ما مستحيل تقطعوا. يعني نصيحه للاخوان يعني ماذا بينا ما يخليهوش هكذاك في النيلون ولا في حاجه، يعلقوه. هذه الرقبه كيفاش تقطع؟